أن أمنيتي يعني أصير دفاع المدني أتطوع إليهم وأحب هذا الشيء. بهذه الكلمات يتمنى أحمد الانضمام لصفوف الدفاع المدني في الموصل بعد أن ضاع صيته بإنقاذه طفلا سقط في بئر يتجاوز عمقه 50 مترا في منطقة جليوخان بالموصل، أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. جيت من الشغل وشفت سيارات الدفاع المدني عجياريني والله، وجينا وشفنا طفل واقع بالبير والله، وجهود لواء 30 وجهود الدفاع المدني والله ما حد قدر ينزله، ما قدروا والله، نزل تاني. ويسجل لفرق الدفاع المدني جهد كبير في الموصل وفق ما متاح لها من موارد، إلا أنها استطاعت انتشال جثث مئات الموصليين من تحت الأنقاض، فضلا عن دورها في إخماد الحرائق وإنقاذ الأشخاص، كما في قصة إنقاذ الطفل من البئر. لدى الوصول إلى موقع الحادث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 1.5 سنة، سقط داخل بئر يبلغ عمقه 50 متر وبقطر أقل من 0.5 متر. واجهنا صعوبة في إنزال الشخص لداخل البئر، كون قطر البئر جدا صغير، استطاع أحد الأبطال يواكب الحدث. نزل بصعوبة حيل، أكسجين ماكو، مكان ضيق، المكان أظلم داخل البئر، ونقذ الطفل. واشكر احمد واشكر لواء 30 والدفاع المدني وكل من ساهم في هذا. من غيابة الجب وفي حادثة لم تسجل في الموصل والعراق عاما مثيلا لها، استطاعت فرق الدفاع المدني انقاذ الطفل دون ان يصاب بأذى. من الموصل جمال البدراني.